وليد السلام عليكم يا صحباتي يا اخواتي يا شكرا لكم بزاف. وانا خويا عبد الرحيم راه غنكون في اعتذار من الوالده لاله حركه، يعني هي اللي كان عندها افضل، يعني والله العظيم هي كل شيء. وكذلك المحلمه، الوالده والمحلمه هادو هما الاساس ديال هاد العائله، هادو عائله مربوحه وعائله مربوحه، يعني بهم باش حنا مجموعين، بهم باش بالتربيه ديالهم حنايا وصلنا لهذا المستوى هذا، وصلنا يعني لقلوب الناس. فشكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف. فانا غادي نغادر المحرمه والرفض الوالده لاله حده. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش كذلك قناه المجله اللي حاضره معنا، وكذلك المتابعين كاملين اللي معرفش سميه بسميه. شكرا لكم بزاف. وكذلك يعني حنايا تبين واحد المشاكل اللي حنا ماشي ديالهم كاع، ولكن كنوعدكم باننا ان شاء الله غادي نمشيو في الطريق المستقيم. دوك المشاكل ودوك يعني اللي تجبرنا ليهم راه ان شاء الله ما غاديش نبقاو نجاوبوا حتى شي واحد. ان شاء الله غادي نحطوا محتوى زوين، محتوى كيشرف المغاربه، هذا هو اللي الوالده مسكينه اليوم متاثره بزاف. علاش متاثره؟ يعني مسكينه مده هذه ما شافتني انا فرحان هكا، مده ما شافتني انا كنشطح، ما عرفتش علاش بكات اليوم. شي كلمه الوالده هي مازال كتبكي؟ لا ما تبكي والو. واحد التحيه، واحد التحيه غندور واحد دموع الانتصار، دموع الانتصار، اللهم لك الحمد. اليوم هذا المنبر هذا ولاد العائله ديالي ديال قناه مربوحه ديال قناه محبوبه، بغيت نوجه واحد التحيه لوليداتي. يعني تنظن كلكم راكم متبعين اليوتيوب، كلكم عارفين بان المده هذه ما شفت وليداتي، يعني ماشي خاطري، يعني كاين مشاكل. كنوجه واحد التحيه لوليداتي، توحشتو بزاف. اشراق، لينا، عمران، جوليا، كنبغيكم، كنموت عليكم، وان شاء الله قريب نشوفكم ان شاء الله الى كساس. هذا هو اللي كاين. شكرا لكم متابعينا الكرام، ونخلي الكلمه لخويا عبد الرحيم. اسمح لي قطعت. الله شرف لينا خويا يوسف الحضور ديالك اليوم الحفل. والده شي كلمه؟ والده السلام عليكم يا صحباتي يا اخواتي يا واش دار حسن؟ شد الميكرو حسن. اخوان ديالنا العزاز كما كتشوفوا مسكينه لاله حاده، مسكينه كتبغي تعبر يعني الحب ديالها تجاهكم يا المتابعين العزاز، ولكن الاحباط ديالها وبزاف الحوايج اللي عندها الداخل ديالها مسكينه كتبكي. والله العظيم اخوتي العزاز يعني اش نقول لكم، خليوا الكلمه لخويا حسن.